المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بالرباط قدم تقريرا حول التربية على القيم في المنظومة التربوية بهدف رصد أهم الصعوبات التي تواجه المدرسة المغربية في مجال التربية على القيم. إشكالية القيم هي إشكالية معقدة شائكة ومؤرقة، ويتطلب تفكيكها اعتماد مقاربة نسقية شمولية متعددة الأبعاد والمستويات. فالقيم والتربية على فضائلها تسائلنا جميعا أفرادا مؤسسات ومجتمع. التفاوت بين أهداف البرنامج الدراسي وواقع الممارسة التربوية في المدرسة من بين الصعوبات التي رصدها المجلس في التقرير، تقرير قدمه من خلال لقاء تواصلي نظمته اللجنة الدائمة للمناهج والبرامج والوسائط التعليمية بحضور باحثين وفاعلين في المجتمع المدني. التربية على القيم هي من أسس ديال التربية. قبل أن نتكلف بتلقين المعارف يجب أن نتكلف وأن نقوم بتربية على القيم، القيم الأساسية. الآن إحنا عندنا دستور ديال 2011، لما تقرأوا التمهيد ديالو كتلقاو على أنه جميع القيم اللي حسنا نقوم بها في التربية موجودة في هذا الدستور. نجاح التربية على القيم رهين بضرورة ترسيخ منظومة تنسجم مع مقتضيات الدستور المغربي باعتبارها خيارا استراتيجيا لتجديد المدرسة، خيار يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية 2015-2030.